مشاهدينا، أصبح الحديث عن فيروس كورونا المستجد حاضرا في كل مكان، وإذا كان الكبار يتخبطون أحيانا في ظل هذا الزخم من الأخبار، فللأطفال أيضا نصيبهم. فكيف تتعامل الأسرة مع هذا الوضع؟ وكيف نجيب عن أسئلة أبنائنا ونرشدهم إلى التدابير المفروضة دون تهويل؟ الإجابة مع ضيفنا المعالج النفسي شادي رحمة. كيف الأحوال؟ الحمد لله تمام الصحة. كثير خير. طيب بداية، الأطفال كيف بتقبلوا هذا النوع من المعلومات؟ يعني بتقبلوه بلا مبالاة إنه ولا بينفزعوا منه؟ هلا هون الأطفال أنواع، يعني مثل الوقت اللي منخوف الأولاد من الجراثيم بالمطلق، بعض الأطفال بياخدوها جدية وبيصيروا ينتبهوا كتير ويعملوا تدابير لازمة، وبعض الأطفال لا. فهون الأطفال أنواع، فكل شيء بيتعلق بالطريقة يلي عم نتواصل معهم وعم نوصلهم المعلومات حول هالمرض وكيف ننتبه منه وشو لازم هن يعملوا. طيب ما هي هذه الطريقة؟ يعني كيف يمكننا أن نوصل هذه المعلومة للأطفال ونعطيها حقها ومستحقها بدون ما نهول؟ أوكي، 100% مثل ما قلتي. أول شيء بدنا ننتبه أنه نحن شو بدنا نعمل مع الأولاد، بدنا إياهم ياخدوا هالمرض جديا ويعرفوا أنه هذا شيء خطير، بذات الوقت ما بدنا إياهم يصيروا خايفين كل الوقت وعايشين بجو من التهويل. لهالسبب قبل ما نحكي مع أطفالنا، نحن أول شيء لازم نعمله أنه نحن ندوزن مشاعرنا، نحكي مع بعض كراشدين بالأول، نروق لأنه ممكن نحن نكون عندنا هلع، ممكن نحن نكون معصبين، وبعدين ننتقل نحكي مع أطفالنا. هيدا أول شغلة. تاني شيء، وقتها نحكي مع أطفالنا بدنا نفسر لهم علميا كيف هيدا المرض بيشتغل، بدنا نقول لهم أنه هو بيشبه الجريب، يعني نقول لهم كيف وقت اللي هن عملوا الانفلونزا مثلا شي مرة كيف قعدوا بالفرشة، كيف تضايقوا، يمكن كيف رجعون حتى اجريهم اذا عاملين الـ H1N1 قبل. وبذات الوقت نقول لهم ولكن هيدا المرض عنده طابع ممكن يكون اصعب، وبالتالي نحن لازم نتجنبه من دون ما نخاف منه. فهيدا كتير اساسي، ونفسر لهم ساعتها ليش هن لازم يضلوا بالبيت، ليش لازم ينتبهوا يغسلوا ايديهم كتير. نحكي عن كل التدابير الهايجين، تدابير النظافة اللي مطلوبة لحتى نحمي حالنا من هذا المرض، ونحكي كمان ليش هن عم بيقعدوا بالبيت وقت أطول، يعني هذا كتير مهم كمان لأنه الولد رح يحس طب أنا ليه بالبيت هلأ إذا هذا الشيء ما بخوف كتير. حنرجع نتكلم عن هذه النقطة لأنها جدا مهمة كمان. أكيد. ولكن بعض يعني بشوف انه بعض التدابير والاجراءات الوقائيه من فيروس كورونا هي في الاساس عادات سليمه، المفروض انه يكونوا الاطفال اصلا بيتبعوها، حفظ المسافات الامنه، غسل الايدي بصوره مستمره. حلو انه تكون هذه اجراءات وقائيه لفتره، ولكن نعم. الاجمل انها تستمر. كيف ممكن نعلم اطفالنا انه صح حنعملها الان ولكن حابين انه هذه الاجراءات تكمل معنا؟ هون كتير مهم انه نحن عم نفسر لاولادنا، نقول لهم هاي الاجراءات لازم على طول نعملها، وفي اشياء كتير بتساعد الاهل اليوم متواجده وين ما كان على الانترنت، مثل فيديوز صغار بتفرجي الولد كيف تشتغل الجرثومه، بتفرجيهم الفرق بين الجرثومه الصالحه للجيرمز المنيح والجرثومه اللي مؤذيه، وبالتالي بصير الولد يقدر ياخذ الاشياء بشكل العاب. ونحن مع هالخصله نحن كمان لازم ننتبه لها، اوقات للاسف الراشدين بيفوتوا على الاكل ما بيغسلوا دايما بينسوا. صحيح. فنحن لازم ننتبه لها انه فايتين نتغدى سوا، فايتين نتعشى سوا، غسلنا ايدينا. بدي اروح قبل ما اقول له لابني غسلت ايديك، بدي اروح انا اغسل ايدي اقول له دخلك غسلت ايديك، ساعتها بتصير الخصله بتصير عاده سليمه وبتبطل انه دخيلكم بس كرمال الكورونا. واصلا هيدا الشيء بخفف من قلق الاولاد انه هيدي عاده سليمه لازم نكتسبها على طول، بغض النظر نحن مش بخطر ولكن هيدي العاده لازم نكتسبها على طول. طيب في حديث مع امهات كثير بلاقي انه في مشكله بتواجههم انه الاطفال بالذات مع الاصغر سنا هم بيحتاجوا دائما لانه يكونوا قريبين من الامهات او في قرب فيزيائي بيناتهم محضونين، او في هذا الوقت لا يجب ان يحدث ذلك لاجراءات السلامه، وفي نفس الوقت بيعطيهم انه مش بس مع ماما، مع كل الناس مفروض يكون. صح. هذا الاجراء المتبع. مزبوط. كيف ممكن نعلمهم انه يعملوا كده بدون ما يحسوا بالانفصال كمان العاطفي؟ اول شيء الولد بحاجه لهالتواصل العاطفي، ونحن لازم ننتبه كثير انه ما نقول لا يجب، ولكن بدنا نقول له للولد خارج المنزل ما فيك تعمل هيك بهيدي الظروف. طب كيف نحن بدنا نعود؟ انا بس بوصل على بيتي، انا كنت بشغلي وصل على بيتي، ولادي معودين يجوا يعبطوني، رح اقول لهم، رح بلش اقول لهم كل ليله وذكرهم بس فوت على البيت، وحتى حاول فوت على البيت من دون ما اعمل ضجه عليهم، بس انه اذا اني ركضوا علي ذكرهم انه لحظه شوي، نحن
هلا انا جاي من برا يمكن يكون حامل معي فيروس، فخليني اشلح ثيابي حطهم بالشمس او بالغسيل او بالشمس يعني، فوت اخذ شاور اخذ دوش واطلع وعود لاولادي وعبطهم بعبطهم ببوسهم. طب ما نحن بقلب البيئه المنزليه، انه اذا لا سمح الله هذا مسموح فقط داخل البيئه المنزليه، صح، لانه اذا لا سمح الله انا حامل الفيروس رح ينتقل لهم بالبيت، لا يعني ما غير ما اكون بالحجر لا يمكن ما انقلهم لبيتي. فبالتالي ما بيسوى خاف كثير مع اولادي وصير اقول لا ما بدنا نقرب على بعض، بلا بدنا هن بحاجه لهذا الشيء لينمو، بس انا بدي اخذ احتياطاتي. ووقت اللي بيتعودوا اولادي انه انا فتت ما سلمت دغري عليهم، ولكن من بعد ما اخذت الاجراءات اللازمه وتحممت رجعت سلمت عليهم وبوستهم، بيصيروا امنين، بيشبعوا من العاطفه، وبالتالي بيصيروا يعرفوا انه عندها وقتها، وهيدي رجلجه منيحه للحياه كمان، مثل ما نحن بنقول لهم لاولادنا، طيب انتم فيكم تجوا تقعدوا بحضني، بس ما فيكم تقعدوا بحضن مين ما كان، ما هيدا اجراءات بناخذها مع اولادنا بكل شيء. فالكورونا هو وضع عم نقول لهم لاولادنا هالاجراءات السليمه بالحياه، ولكن هلا نحن بحاجه لبعض الوقايه الزايده، مشان هيك وقت افوت مش دغري تنطوا، مش رح دغري رح سلم عليكم، رح اشلح ثيابي، غسل، مش بس غسل ايدي طبعا، انا بحاجه غسل لان جاي من ورات البيت، ومن بعد ما اغسل نفسي اتواصل معكم. نجي للسؤال الكبير. العديد من المدارس تقفل الان في العديد من المناطق والعديد من الدول. اللي بيحصل مع الأطفال إنه بيفرحوا أول شيء، صح، إنه ما في مدارس، صح، بعد يومين بيبتدي حالة الإحباط، صح، بتبتدي حالة التملل، حالة الضجر، حالة إنه ما لاقيين حاجة يعملوها، بترتد عليهم بصورة جدا سيئة. بعض الأهل اللي تعاملوا مع هذا الشيء بطريقة خاطئة جدا، إنه معتبروا هذه الإجازة المدرسية وكأنها يلا نتفسح، وأصبح اختلاطهم الخارجي أكبر، ولكن مش ده المفروض، المفروض انه نبقى داخل المنزل. كيف ممكن نعادل نفسيه الاطفال انها ما تتاثر بهذه الفتره؟ هو بالحقيقه في نوعين من التعامل، حضرتك ذكرتي انه مزبوط بعض الاهالي، ويمكن بالاول يمكن هلا بلش يحسوا انه لا ما فينا نعمل هيك، بس بعض الاهالي انه يلا بنروح نتفسح، وبعض الاهالي كمان بيصيروا يعصبوا زياده على الاولاد، لانه الاولاد رح يظهروا بعض الممارسات وبعض التصرفات يلي فيها تعصيب، لانه هن محبوسين، صح، عمليا. فالحل المثالي اولا انه نرجع نكتشف، ولانه نحن كمان حركتنا عم تقل برات البيت، نرجع نكتشف امور نتسلى فيها مع اولادنا، مثل البورد جيمز، مثل يمكن الورق، مش بس نترك اولادنا على الفيديو جيمز كل الوقت. نقدر، لانه الفيديو جيمز هن ما رح يحسوا انه هن عم بيقعدوا زياده، بس رح يطلعوا معصبين كثير، رح يطلع عندهم فرستريشن، عندهم غضب، وبدهم يفجروا شي محل. بينما اذا رجعنا نحن نفوت على عالم اولادنا، نلعب معهم بورد جيمز، يمكن اوقات نلعب معهم فيديو جيمز حتى، ولكن بطريقه مدوزنه، بصيروا قادرين ياخذوا دراستهم اللي مطلوب يعملوها بالبيت، مش بس ضياع وقت. ثانيا اللي بصير ممكن نحن نلاقي طرق حل وسط، هلا يمكن هي منا متوافرة لكل الناس، بس إذا حدا عنده بيحة قدام بيته يطلع يمشي شوي مع الأولاد، يمشي هو ياهن، يركض هو ياهن، يلعبوا شيء، بس أكيد ينتبهوا. طبعا يمكن في العاب ما بتلعب لانه يمكن يحط ايده الولد، بس يطلعوا يعملوا مشوي، يحاولوا يلاقوا نوع من انواع الفعاليات او النشاطات انه يعملوها مع بعض، نشاطات صغيرة. وانا بشوفه يعني وقت جدا غالي، يمكن مع زحمه الحياه، صح، ما بنلاقي هذا الوقت مع ابنائنا، فانهم اصبحوا الان متوفرين اكثر. حلو انه نرجع نظبط علاقتنا بهم. نحن بنساعد الاشخاص يلي عم بيعانوا من صعوبات انه بكل صعوبه يحاولوا يلاقوا فرصه ليكتشفوا حياتهم أفضل. فهون بالكورونا مزبوط مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، في فرصة للعائلة لتواصل مع بعضها، خلينا نستعملها، ننتبه، ولكن ما نهلع، لأن وقت نهلع نخسر فرصتنا أنه نعمل تواصل سليم. رائع المعالج النفسي شادي رحمة، شكرا جزيلا لهذه النصائح القيمة.